المملكة العربية السعودية، تحية لكل مشاهدينا في السعودية. واحد مواطن سعودي راح شرى تمر، خلص النص وبعدين طلع فيها دود وفاسد، رجع للريال والريال هذا قال له ما يصير ترجعه، قال له والله انت هذا فاسد هذا مو فاسد. راح التمر قال له والله طول عمره بيع التمر وهذا بعد ما اخذ النص يرجع لي اياه، وصارت بينهم نجرة. شوفوا التقرير. هذا التمر اخذته منك يا طول العمر وانت عند محطه الخنيني، وانا قايل لك من اول اني ما اخذ نفس التمر هذا من واحد. وشوف الدود، شفته؟ انا ما ادري وين تروح من الله، لاني والله الذي لا اله الا هو اني ما اكل منها ذاك اليوم، واني تعبت تعب ما يعلم فيه الا رب العالمين من بطني. يا اخي اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، والله يا كل ريال يدخل عليك وانت قاشحت انك ما تلقى خير. انا اقول لك 3 ايام وانا مريض بعد ما اكلت التمر ذاك اليوم عندك، والله ما سامحك، والله اني ادعي عليك. هذا يا اخوان احذر من التعامل معه، احذر من التعامل. وقف، الدورية بتجي، هذا هو شوفونه، احذر من التعامل معه يا اخوان. أنا الشخص اللي انتشر فيه الفيديو في جبيل، أقسم بالله العظيم إني ما قشيت الرجال ولا قشيت حدا الحمد لله، وصار لي سنتين موجود بجبيل الحمد لله، والناس تشتري مني وربعي يعرفوني، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل إني أنا والله العظيم ما قشيت الرجال ولا شيء. بالعكس جاني اليوم وجاب سطل كان ماكول نص السطل تقريبا، وجا يقول لي والله التمرة مو زينة والتمرة فيها سم ما أدري وشو، وفوق هذا قلت له ما عندك مشكلة اوكي خلاص اعطيني السطل اعطيك 50 ريال. ووقت انا مشيت انا حفاظ مو خوفا اني انا تمر فيه شيء، لا انا وقت مشيت خوفا على نفسي وخوفا عليه، ما بيصير مشكلة بينه زين وتكبر السالفة زين ويصير ضرب بينه هذا، ما بيت المشكلة تكبر تعرف كيف، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل فيه. لا تعلم